دعي لينا يلا بس هو الفول عامة بيتحط عليه عدس أصفر وساعات بيتحط عليه رز ما فيهوش حاجة يعني لما عدس أصفر لما رز بحس إن هو بيخليه جامد شوية ناشف شوية دي طريقة التحضير بتاعته يعني ما ينفعش تحضر من غير الحاجة دي وبتزود له اللي هو الملشوش عشان يبقى ماسك نفسه بس بنعبي الفول وبنغسله طبعا مره واثنين وثلاثه عشان طبعا حاجه احنا بناكل منها اول حاجه بنغسله مره واثنين وثلاثه وبعد كده بنعبي في القدره ونزود لها الميه وبس وبنعلي على الفول بس الفول بقى طبعا ليه وقت طبعا يظبط فيه وليه وقت يحط في الخلطه وكده هو بس احنا الحمد لله يعني ما اديش مستوى ده مرد الكلام ده احنا اللي بنعمله ابويا اللي بيبشر على الشغل الحمد لله انا طبيعي لازم كل يوم اتسحر لازم طبق الفول يبقى موجود في السحور ايا كان بقى ايه اللي حواليه بس لازم يعني طبق الفول انا ما بحسش ان انا سحرت لو ما اكلتش فول انا بقى عن نفسي يعني بحب اجي المكان ده لاني رقم واحد انا متربي هنا يعني ثانيا قريب من البيت الفول طبعا من الحاجات الاغذيه المصريه الصميمه زي ما بيقولوا بس هي طبعا فيها مشكله واحده بالنسبه للناس اللي عندهم القولون اي واحد ما عندوش مشكله في القولون الفول بالنسبه له بيبقى كويس جدا جدا انا هضمه بياخد فتره طويله فبيدي فتره طويله جوه الجسم ان الانسان يبقى حاسس بالشبع كمان يعني على كده ان هو فيه مواد بروتينيه وكربوهيدراتيه كويسه جدا بتفيد الجسم جدا